اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الآن ومن تهدى السرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. اللهم كن لولي صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا وتمته بعلي ابن موسى الرضا إلهي على إلهي على بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء
يا نور يا قدوس يا نور. أركي أهل نولاس همه همه يا نور با همه وجودت شب جمعه يا نور. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا ففي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم فيما عندك رغبة. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد للذنوب غافرا ولا لقبائحي ساترا هیچ آمرزنده‌ای پیدا نکردم هیچ پرده‌ای پیدا نکردم زشتیامو بپوشونم ولا لشیء من عملی القبیح
الصبيح بالحسن مبدلا غيرك. هرچی نگاه میکنم یه عملی پیدا نمیکنم، اینو رو دستم بگیرم تقدیمت کنم. فقط راستشو بگم، همین زیارت امام رضا همه دارایی منه. بین این همه عالم گفتم به کی پناه ببرم، هیچ جا امتر از حرم امام رضا پیدا نکردم. لا اله الا انت سبحانك و بحمدك. میخوام داد بزنم، کجا بهتر از حرم امام رضا؟ بذار این در و دیوار روز قیامت شهادت بدن من اعتراف کردم. ولم تو جانم هر کجا هستی، ولم تو ولم تو نفسی و تجرت و به جهلی و سکن تو الى قدیم ذکر کلی و من که علی. اللهم مولای کم من قبیح سترت و کم من فادح من البلاء اقلت و کم من عثار و قیت و کم من مکروه دفعت و کم من ثناء جمیل لست اهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وافرط بي سوء حالي وقصرت بي اعمالي. ماه رجب از دستم رفت، میترسم ماه شعبانم بگذره من لباس گناهم و عوض نکنم، با لباس کثیف کسی رو مهمونی را نمیدن. خودتو برا ما رمزون آماده کن. و قعدت بی اغلالی و حبسنی عن نفعی بعد و عملی و خدعت الدنيا بقرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، بلا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، إلهي من لي غيرك، إلهي
إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما أجرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي خوش با على اونایی که گوشه چشمشون خیز اشک کمیل بدون عشق معنا نداره خوشحال اونایی که یه تلنگر برا دلشون کافیه خدای من یه شب جمعه من بی گریه نگذره میخوام یه کاری کنم هر جای این حرمی یه دل لرزه بیفته امکان نداره بگم و دلت نلرزه مگه میشه قبل از اینی که این یه فرازو بخونم یه جمله بگم فردا شب ولادت علی اکبر ابا عبدالله مگه من چی گفتم؟ من فقط یه خبر دادم گفتم فردا ارباب ما پسردار میشه چرا اسم ابا عبدالله میاد شونه هات میلرزه من میدونم چرا فکر کنم دلت برا کربلای ذره شد فکر کنم دلت میخواست فردا شب پایین پا باشی از نزدیک زیارت کنیم یا ابا عبدالله به آقازادت امشب به ما نگاه کن به اون مولودی که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله بود چیکار کنم از گریه تو نمیشه گذشت حالا که چشمت خیز شد بذار یه جمله دیگه بگم وسط دعا رو نمیخوام قطع کنم اما حالا که اسمو آوردم بذار حقش رو ادا کنیم ای جانم فدای این مولود اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله یه جمله بگم هر شهیدی اومد اجازه میدان بگیرم ابا عبدالله به این راحتی به کسی اجازه میدان رفتن نداد حتی غلام سیاه حتی تاریخ میگه غلامم که اومد اجازه بگیره حضرت اجازه نداد اما تنها کسی که نوشتن استأذن فأذن این عبارت پشت سر هم آمده علی اکبره تنها کسی که گفت بابا برم ابی عبدالله گفت برو عزیزم اما قبلش چند قدم جلو بابات راه برو نوشتن فنظر الی یه نگاه کرد بعضی ها میگن یه دست به محاسنش گرفت
بگذرم، میترسم وارد روزه بشم دیگه نتونم دعا رو تموم کنم. فقط اینو بدونید هر روزه ای رو شب جمعه میشه کربلا خوند، اما تنها روزه ای که میگن شب جمعه کربلا نخونید روزه علی اکبره. میگن آخه مادرش طاقت نداره. و قد اتیتک یا الهی، دعا با توسل یعنی همین، یعنی یه گوشه چشمت اشک توسل، یه گوشه چشمت اشک توبه و انابه. یا الهی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی معتذران نادمان منکسران مستقیلا به 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 مستغفران مغران مضعنان لا اجد مفرن مما کان منی ولا مفزغن اتوجه جه الیه فی امری غیر قبول که عذری و ادخال که ایای فی ساعت رحمتک. اللهم فاقبل عذری و رحم شدت ضری و فک کنی من شد وثاقی یا رب رحم. جانم جانم همه همه یا رب رحم ضعف بدنی یا رب ورقت جلدی و دقت عظمی یا من بدا خلقی و ذکری و تربیتی و بری و تغذیتی هبنی لبتدا کرمک و سالف برکبی یا الهی و سیدی و ربی. اتراک معذبی بنارک بعد توحیدک و بعد من طوالی قلبی من معرفتک و لهج به لسانی من ذکرک و اعتقده ضمیری من حبک و بعد صدق اعترافی و دعای خاضعا لربوبیتک. هیا أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من أبيت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه
خرت لعظمتك ساجدا وعلى السنين نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محق وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعب عبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا يا كريم وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكرو قليل مكثو يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدة أم لطول البلاء ومد فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك
فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقم راس ميگم، اگر رحم کنی داد میزنم، لأضجن إليك بين أهل آذجي جلاملين. صدای زجم دوزخ و منفرا میگیرم، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفم، مثل اونایی که عزیزشون رو گم کردن. منم فردای محشر گریه می کنم، دیدیم بچه ها رو تو حرم اخدی پدر مادرشون رو گم می کنن چجوری گریه می کنن. برو یه شب تو این گم شده های حرم ببین بچه که پدر مادرش رو گم کرده چجوری می لرزه. فردای قیامت منو ولم کنی می لرزم و داد می زنم، میگم من پدر مادرم رو گم کردم، من آقام رو گم کردم. بله اونا دین که این کنت یام ولی المومنین، یام غایت آمال العارفین. دست تو بیار بالا، از سرت بیار بالاتر، هر کی عشق داره عشقشو به مال کف دستش، یعنی خدا همه ثروت من امینه. یا غیاث احبه مستقیسین، یا غیاث. حیف کسی ساکت بمونه ها. یا غیاث يا حبيب قلوب الصادقين، يا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفة وذاق طعم عذابها بمعصية وحبس بين أطباقها بجرم وجريرة وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا؟ أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تزجر زبانيتها وهو يناديك يا رب
ربهم أم كيف يرجو فضلك في عتقه منهم فتتركه فيها. هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليها أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا رب. يا رب يا رب يا رب
يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا رب يا رب يا رب يا رب. ضرر نمی کنی، هر چی صدا داری بگو. یا رب جانم جانم، یا رب اسألك بحقك وقدسك بأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا رب يا رب. بعضی ها دستشون بالاست اما سرشون از خجالت پایینه. با همه وجودت بگو یا رب. یا رب یا رب یا رب قوم على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجام وقلبي بحبك متيمام ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة
فإليك يا رب نصبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، فلا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا، يا سريعا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء. اونایی که کار دارن بعد دعا برن، اونایی که هنوز گریه دارن، شب جمعه است، من میخوام دو سه دقیقه، هنوز دلم پایین پای زریح گیر کرده. اونایی که هنوز ناله دارن بمونن، اونایی که مریض دارن بمونن، اونایی که کار دارن بمونن. من 3-4 دقیقه دعات میکنم، اما اونایی که میخوان برن بعد دعا برن. اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النغم، يا دافع النغم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، افعل بي ما انت اهله، وصلى الله على رسوله ولأمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. من خودم 3 سال پدرم تو بستر بیماریه، نیت کردم 2 دقیقه روزه به نیت شفای همه مریضا، همه اونایی که این لحظه ها به شما التماس دعا گفتن، اونایی که حرف دارن و گریه دارن بمونن. یه جمله بگم، تو این حرم امام رضا نمیشه با امام رضا روزه نخون، شب جمعه است. بگم یا علی ابن موسی رضا، دم آخر جوادت اومد سر تو بغل کرد، درسته یا نه آقا جان؟ آقا جان این رسم تو خانواده شما، پدران شما، اجداد شما هم همین شکل بوده. اصلا رسم اینه دم جون دادن، پسر باید بیاد سر بابا رو بغل بگیره. بعضی ها اهل روزن جلوتر از من رفتن، باریکلا، معلومه خیلی به کربلا نزدیک شدی. علی ابن موسی رضا سرش تو بغل جواد الائمه بود، جواد الائمه سرش تو بغل امام هادی، امام هادی سرش تو بغل امام عسکری. اصلا هر پدری بخواد جون بده باید سرش و بچهش بغل کنه، اما من قربون اون حسین برم که دم جون دادن هیچکی نبود سرش رو از رو زمین بردار. شب جمعه است. یا علی ابن موسی رضا، اجازه میدید یه جمله بگم؟ مرحوم شیخ جعفر شوشدری یه جمله داره، این یه جملهش یه دهه محرم روزه داره، من بگم و ردشم. مرحوم شیخ میگه روزه علی اکبر روزه مرگ حسین بود، همچی که سر علی رو بغل کرد، دیدن صورت رو صورت علی گذاب. ای صدا میزنه علی علی الدنیا،
يا بعد جلوه یا امام رضا سر شما رو جوان شما بغل کرد اما ابی عبدالله کربلا به جایی که کسی سرش رو بغل کنه خودش سر علی رو بغل کرد سر علی رو بغل کرد سر عباس رو بغل کرد سر قاسم رو بغل کرد سر اون رو بغل کرد سر زهین رو بغل کرد سر حبیب رو بغل کرد سر حر رو بغل کرد حتی سر غلام سیاه رو بغل کرد اما وقتی سرش افتاد رو زمین یه نگاه کرد هر کی ناله داره شب جمعه این ناله بزنه دید و شمر و جالس همه بگید حسین